محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة. جنوب أفريقيا تشيد بقرار محكمة العدل الدولية وترحيب فلسطيني بالأمر القضائي للمحكمة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المنصوص عليها في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأوضحت محكمة العدل الدولية أن قرارها جاء بعد أن رأت أن الأدلة والبراهين التي قدمتها جنوب إفريقيا معقولة. كانت قاضية بمحكمة العدل قد قرأت الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في القضية، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل الخاص برفض الدعوى المقدمة ضدها، وأضافت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة بشأنها. كما أعربت المحكمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة. والمحكمة كذلك رأت أن إسرائيل يجب أن تتخذ الإجراءات لمنع ومعاقبة الإثارة للجميع والدفع لتنفيذ الإبادة الجماعية. والمحكمة كذلك تعتبر أن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات فعالة وفورية لمنع ما يجري وتقديم المساعدة الإنسانية والاحتياجات الأساسية للفلسطينيين لكي يتمكنوا من العيش. وإسرائيل يجب كذلك أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع تدمير البنية التحتية وتحمي كذلك الأدلة وتمنع تدمير الأدلة التي سوف يتم استخدامها وفقا للمادة رقم 2 في الاتفاقية. أكدت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونيو أن المحكمة لديها سلطة لطلب معلومات عن تنفيذ إجراءات وقف الإبادة من إسرائيل. وألزمت المحكمة في قرارها إسرائيل بتقديم تقرير في خلال شهر حول ما تم اتخاذه من إجراءات، وسوف تقدمه المحكمة بدورها لدولة جنوب أفريقيا التي تقدمت بالاتهام. وفيما يتعلق بالإجراءات التي طلبت بها جنوب أفريقيا، أن إسرائيل يجب أن تقدم تقريرا للمحكمة بشأن كل تلك الإجراءات التي تتخذها، فإن المحكمة تقول أن لديها السلطة في المادة 78 من المحكمة أن تطلب من الأطراف أن تقدم معلومات وتقارير عن أي مسألة مرتبطة بتنفيذ أي من الإجراءات التي تشير إليها المحكمة. وبالنظر إلى الإجراءات المحددة التي أشارت إليها المحكمة، فالمحكمة ترى أن إسرائيل يجب أن تقدم تقريرا لها بشأن كل تلك الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر بدءا من تاريخ هذا القرار. والمحكمة كذلك عندئذ سوف تقدم هذا التقرير لجنوب أفريقيا بحيث تتاح لها الفرصة لتقديم تعليقاتها على هذا التقرير للمحكمة. والمحكمة تقول كذلك أن هذه الإجراءات وفقا للمادة 41 من القانون الداخلي للمحكمة ملزمة، وهذا يعني التزام قانوني ملزم لكل طرف يتم توجيه هذه الطلبات والإجراءات له لينفذها. صرحت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور بأنها كانت تتمنى أن تكون كلمة وقف إطلاق النار موجودة في قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية في غزة. أضافت وزيرة الخارجية أنها سعيدة بالقرار، إذ سيتعين على إسرائيل وقف القتال في قطاع غزة إذا أرادت الالتزام بقرار المحكمة.
كنت أتمنى بالطبع أن تكون كلمة وقف إطلاق النار موجودة في الحكم، ولكنني سعيدة بالقرارات التي صدرت. وعلى وجه التحديد أنا كان لدي قلق من قراءة القرار أنه لن يذكر التقرير، ولكن مسألة إصدار التقرير كانت مرضية للغاية بالنسبة لي، لأن تقديم تقرير هو الذي سوف يساعدنا على رصد أن إسرائيل قد نفذت فعلا الإجراءات المطلوبة منها، وهذا التقرير يجب أن يقدم خلال شهر من إصدار القرار. هذا أمر مهم للغاية. أعرب مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عمار حجازي عن سعادته بقرار محكمة العدل الدولية قائلا إن هذا يوم تاريخي، فقد سمع العالم أخيرا معاناة الشعب الفلسطيني. وأضاف حجازي أن ساحة محكمة العدل الدولية سمعت صوت فلسطين، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في إقناع المحكمة برفض تهم الإبادة الموجهة إليها، لذا فإن إسرائيل متهمة بالإبادة وهي جريمة الجرائم. هذا يوم تاريخي، نحن حصلنا على قوة دفع من خلال هذا القرار من المحكمة، وهذا يوضح أن المحكمة تدرك حجم الأزمة، وكذلك من خلال التقديم من قبل جنوب أفريقيا للوقائع والبنود القانونية التي تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهذا يعني أن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة قد سمعها الجميع وسمعتها ساحة العدل. إسرائيل قد فشلت في إقناع المحكمة برفض هذه القضية وأنها لم ترتكب إبادة جماعية. محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها بما يتفق مع القانون ونصوص اتفاقية إبادة جماعية، ولذلك إسرائيل الآن متهمة بارتكاب جريمة كل الجرائم. رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، من أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة. كما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارس ضده. وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين. We'll be right back.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الصديقين. وقد أبدى الجانبان ترحيبهما بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات في كافة المجالات، وبحث كيفية مواصلة دفعها إلى أفاق أرحب. وأضاف متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد بما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما جدد الرئيس السيسي التحذير من أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعياته الكبيرة على أمن الإقليم، مشددا على أن السعي لاستعادة الاستقرار وتحقيق العدل يرتبط بإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. من جانبها ثمنت رئيسة الوزراء الإيطالية الجهود المصرية للتهدئة، وتواصل مصر مع كافة الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة، وقد تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي. أكد رئيس جنوب أفريقي سيريل رامافوزا أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى قطاع غزة. وقال رامافوزا إن قرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل أعضاء معاهدة منع الإبادة الجماعية، مضيفا أن القرار يمثل سابقة في مساعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة في غزة. نحن نقول مرة أخرى اليوم لن يتكرر هذا، ولن نقبل أن تحدث أعمال الإبادة الجماعية وتتمكن من أن تفر من العدالة ومن العقوبة. ونحن نؤمن أنه بعد هذا الحكم يجب أن يكون هناك الآن المزيد من الجهود المتسقة لتحقيق وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات على أساس حل إقامة الدولتين لتمكين إسرائيل وفلسطين من العيش جنبا إلى جنب كدول مستقلة. الفلسطينيون يتمكنوا كذلك من تحديد مصيرهم. وكجنوب أفريقيا نحن نتقدم بالشكر لكل أعضاء المجتمع الدولي. كان هناك ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم الذين دعموا هذه الدعوة، بما في ذلك عددا من الدول التي أعلنت نيتها أن تنضم إلى هذه الدعوة التي قدمناها لمحكمة العدل الدولية. ونحن لن نتخلى عن هذا الالتزام تجاه الشعب الفلسطيني. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، كيف قرأت قرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ هو طبعا قرارات محكمة العدل الدولية هي خطوة على الطريق الصحيح، وهي خطوة نحو تحقيق العدالة. أنا بس عاوز ألفت النظر أن هذا ليس الحكم النهائي، يعني بمعنى آخر يجب أن نفرق بين الحكم في الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا والتي انضمت إليها عدة دول وبين الحكم النهائي. الحكم النهائي قد يستغرق فترة زمنية معينة، إنما الآن نحن إذا تدابير مؤقتة من جانب المحكمة حتى لا يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه. دي خطوة إيجابية، يعني المحكمة قررت من هذا الحكم المؤقت إلزام حكومة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات وعدم الإضرار بالمدنيين، وإن إسرائيل عليها التأكد، ودي نقطة مهمة قوي، من أن جيشها لا يرتكب الأعمال المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نعم. واتفاقية منع الإبادة الجماعية هذا لمدة شهر. تمام. ضمان توفير احتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وأن تقدم إسرائيل، ودي يعني أهم ما في الموضوع في هذا القرار، أن تقدم إسرائيل خلال فترة زمنية قدرها شهر
تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق ذلك، تقرير تقدمه إسرائيل إلى المحكمة. إذن المحكمة باتخاذها هذه التدابير المؤقتة بتحاول أن تواجه كارثة أو تواجه ما يطلق عليه بتعبيرات المحكمة الضرر الذي لا يمكن إصلاحه. طب كيف تتوقع السيناريوهات خلال الأيام المقبلة بشأن العدوان على غزة ونظر الدول العالم خاصة الدول الحليفة والصديقة لإسرائيل بعد تلك الإدانة الرسمية التي يعني وصمت جبينها للأبد؟ بالتأكيد يعني إن حكم المحكمة في تقديري قد لا يكون موجه إلى إسرائيل فقط، وخصوصا الحكم النهائي عندما يصدر، نحن حتى الآن إزاء تدابير مؤقتة، إنما الحكم هذه التدابير المؤقتة وإلزام إسرائيل بها هي أيضا فيها إدانة لإسرائيل وإدانة أيضا لمن يقف خلف إسرائيل في هذا العدوان. ثم متوقع أن الحكم النهائي أيضا عندما يصدر سيمثل وجهة النظر الدولية إزاء هذا العدوان الإسرائيلي، وأن المجتمع الدولي الذي سكت خلال هذه الفترة المنقضية قرابة 4 شهور المجتمع الدولي سيكون له موقف مختلف عقب صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الإطار. طب المدة الزمنية التي يعني سيتم اتخاذها وصولا إلى القرار النهائي للمحكمة أو الحكم النهائي؟ تمام، هو شوفي حضرتك، احنا الآن إزاء هذه التدابير المؤقتة ودي اتخذت يعني في فترة زمنية قصيرة للغاية، هو مهلة إسرائيل لمدة شهر للرد، أما الحكم النهائي فقد يستغرق يعني فترة زمنية أقل، لأن هيبقى في دفوع وفي حجج قانونية وفي إثباتات على الجرائم التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفي توثيق لهذه الجرائم، ثم هناك أيضا في دفوع من جانب إسرائيل، وإحنا عارفين طبعا أن المنطق المعهود دوما هو الذي تتبعه إسرائيل، إنما من المرجح أن المحكمة ستتخذ الحكم بما يحقق فكرة عدم قبول الإبادة الجماعية وفكرة أن يدفع المعتدي ثمن أخطائه أو ثمن اعتدائه، وأيضا أن ده يبقى خطوة مهمة على طريق الحل السياسي وإنشاء الدولة الفلسطينية. نعم. وفقا لقرارات الشرعية الدولية. دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. رحبت دولة فلسطين بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفاء أن دولة فلسطين تؤكد على أن قرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم بأنه لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع، وضع هذا القرار حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل. We'll be right back.
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه للاتهامات الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إبادة في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسه على حد قوله. كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش سيواصل حربه على قطاع غزة وإعادة جميع المحتجزين. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. اظافرنا ان شاء الله غير نطلع نطرحهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 26,083 فلسطينيا وإصابة 64,487، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الصحة في غزة أنه خلال الساعات 24 الماضية استشهد 183 فلسطينيا وأصيب 377 في ضربات إسرائيلية. جددت منظمة الصحة العالمية مخاوفها بشأن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المحاصرين في أعمال العنف وسط الغارات الجوية الإسرائيلية والقتال الدائر في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لينماير إن هناك ما لا يقل عن 60,000 إصابة مسجلة، ولكن أكثر من 8,000 شخص في عداد المفقودين، ويفترض أنهم استشهدوا تحت الأنقاض، مضيفا أن المستشفيات القليلة العاملة في غزة تعاني من ظروف صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية منعت وصول المرضى والإمدادات عدة مرات. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 38 ضابطا وجنديا في المعارك بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح جيش الاحتلال أن عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب على غزة ارتفع إلى 2,748، ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1,258 ضابط وجندي. استقبلت مدينة العريش سفير فرنسا بالقاهرة إريك شيفاليه أثناء زيارته لتفقد المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين بعد توليه مهام عمله كسفير جديد. شملت الزيارة تجهيز واستقبال وإرسال المساعدات بمركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري، واستمع لشرح حول الجهود المصرية المبذولة في تجهيز المساعدات والتعرف على الصعوبات التي تعوق وصول أكبر عدد من الشاحنات. كما تفقد السفير المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش، والذي يقدم الخدمة الصحية والعلاجية للمصابين وللجرحى.
للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري مباشرة من العريش. محمود، يعني بعد التحية لك، يعني هل لديك تفاصيل عن هذه الزيارة وما تم بها؟ بالتأكيد، يعني بعد التحية، هذه الزيارة كانت اليوم للسفير الفرنسي الجديد بالقاهرة. هذه الزيارة تأتي بالطبع لتفقد السفينة الفرنسية الموجودة في ميناء العريش، ولكن بدأت الزيارة بالمركز اللوجستي للهلال الأحمر للاطلاع على حجم المساعدات والمجهود المصري في تجهيز وإرسال واستقبال المساعدات الإنسانية. هو استمع لشرح كامل وتفصيلي من المسؤولين من الهلال الأحمر المصري عن حجم هذه المساعدات وما يتم داخل هذا المركز، واطلع أيضا على حجم الشاحنات المصطفى على جانب الطريق أمام هذا المركز. ويعني هو أشاد بالجهود المصرية المبذولة وبجهود جمعية الهلال الأحمر المصري، وأيضا تم إطلاعه على الصعوبات التي تحول دون وصول أكبر عدد من الشاحنات لدى الجانب الفلسطيني، وأيضا الاطلاع على المساعدات التي قام الجانب الإسرائيلي بعودتها مرة أخرى وعدم إدخالها ضمن المساعدات لقطاع غزة. ثم توجه إلى ميناء العريش، حيث السفينة الفرنسية التي أتت في 27 نوفمبر الماضي وستغادر غدا بعد انتهاء مهمتها في علاج المصابين والجرحى. هو بالطبع قدم الشكر للقيادة المصرية بكل السلطات والجهات المختلفة على التعاون الذي تم بين الحكومة المصرية وبين الأطقم العاملة في السفينة الفرنسية في ميناء العريش، وأكد على أنه تم تقديم أكثر من يعني الخدمة لأكثر من 100 مصاب، وتم إجراء أكثر من 100 عملية جراحية داخل هذه السفينة. وأكد على الرغم من أن هذه السفينة ستنهي مهمتها غدا وستعود، إلا أن التعاون سيستمر لما رآه من جهود الهلال الأحمر المصري. أكد أن التعاون الفرنسي سيستمر مع الهلال الأحمر المصري بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لدعم الاستجابة في قطاع غزة، ولكن كانت هناك إشادة كبيرة جدا بالمجهود المصري خاصة من جمعية الهلال الأحمر المصري. هذا بالإضافة إلى بالطبع يعني استمرار تدفق الشاحنات المساعدات عبر بوابة معبر رفح المصري واستقبال الطائرات في مطار العريش. إذا ما تحدثنا عن معبر رفح اليوم، نتحدث عن وصول 90 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى استقبال 19 مصابا عبر هذا المعبر، بالإضافة إلى عدد كبير من الطائرات التي وصلت. أشكرك، شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش. وأيضا مشاهدينا، فيما يتعلق بقرار محكمة الجنائية الدولية اليوم فيما يتعلق بالحرب على غزة والإدانة التي وجهت إلى دولة إسرائيل، ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. دكتور مجيد، بعد التحية، برأيك هل قرار المحكمة اليوم أنصف الشعب الفلسطيني قانونا؟ يعني هذا القرار هو قرار مهم جدا، لأنه قرر إنصاف الشعب الفلسطيني، ولكن كذلك حماية الشعب الفلسطيني. وهذه الحماية لم تكن متوفرة طوال 70 سنة. الآن الشعب الفلسطيني، هناك قرار دولي من أعلى محكمة قضائية في العالم تعطي أمرا لإسرائيل، وليس طلب، وأمر لإسرائيل وللعالم بأن يقوموا بحماية الشعب الفلسطيني في غزة. وعلى كل بلد، أولا إسرائيل ثم بعد ذلك كل بلد، أن يقوم بتلك الحماية، بأن لا يمد يد المساعدة ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يساهم في إبادة الشعب الفلسطيني، أي أن يقع رفع هذا الحصار، يقع إيقاف التقتيل، القتل، الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، وتسهيل المساعدات وتمكين الشعب الفلسطيني في غزة بأن يقع إرجاعه إلى ممارسة حياته اليومية كما كان في السابق.
وهذا امر مهم جدا. طب دكتور مجيد، عدم ذكر وقف اطلاق النار بشكل صريح في نص القرار، هل يضعف هذا القرار من الناحيه القانونيه؟ بالعكس، هذا ليس له تاثير. محكمه العدل الدوليه لا تستعمل الفاظ عسكريه بحته، هي استعملت الفاظ في المعنى القانوني الذي يقول لإسرائيل لا يمكن أن يقع استعمال أي عمل عسكري تكون نتيجته قتل الناس والمتساكنين في غزة، وهذا هو يكفي لكي يكون منعا لإطلاق النار. هذا لا يهم إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس، ولكن يهم، وهذا أهم نقطة في القرار، يهم حماية المدنيين، أي حماية في هذا الشأن تحديدا. دكتور مجيد، المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المنصوص عليها في حدود سلطتها لمنع الإبادة، وأيضا طالبت إسرائيل بتقديم تقرير حول ما يتم اتخاذه من إجراءات. هل هناك ما يلزم قانونا إسرائيل بالانصياع لهذا الأمر؟ نظام محكمة العدل الدولية يجبر إسرائيل بالانصياع لهذا الأمر ولتطبيق هذا الأمر. أنه ليس مجرد طلب، هو أمر، ويجب على إسرائيل تنفيذ ذلك. وحددت المحكمة مدة شهر، وعلى إسرائيل أن تقدم تقريرا بعد شهر فيه الأدلة الكافية. ويمكن لمحكمة العدل الدولية إذا لم تقتنع بما قدمته إسرائيل بأن تصدر أمرا قضائيا جديدا يكون أكثر دقة وأكثر سلامة من هذا، لأن في القضاء الدولي هناك نوع من الدبلوماسية الذي يحترم سيادة الدول، بمعنى أن الدولة يشار إليها ولكن مفهوم الإشارة هو أمر. وهذا هو ما قالت في مقال ما يمكن تفسيره بمعاهدة فيينا، التي تقول أن كل القانون الدولي يجب تفسيره بالمعنى العادي للكلمة، أي لما تطلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل بأن تكف عن هذه الأعمال وتقدم الرعاية والوصاية والحماية للشعب الفلسطيني في غزة، يجب عليها تنفيذ ذلك بدون أي عرقلة أو تردد. ومحكمة العدل الدولية الآن دخلت في هذا السياق، ويمكن لها أن تصدر قرارات أخرى لحماية الشعب الفلسطيني. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي. أفادت صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بحث مسألة مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب دون اتخاذ قرارات. كما أفادت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي بقيام الشرطة الإسرائيلية بالسماح لمحتجين باعتراض شاحنات تتجه إلى غزة، بتوجيه من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات في مجلس الأمن حول تحطم الطائرة العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية. تبادلت موسكو وكييف الاتهامات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ملابسات تحطم الطائرة العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية، حيث قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الذي طلبت بلاده عقد الاجتماع الطارئ إن كل المعلومات الموجودة تظهر أن موسكو تتعامل مع جريمة مدبرة ومدروسة.
أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خرسون مقتل شخص وإصابة آخر جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 73 مرة خلال الساعات 24 الماضية. وقال ألكسندر بروتودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة، قال إن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات المسيرة وقذائف الهاون، مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خرسون. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، وصلت وزارة الداخلية مشاركتها المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة بتوزيع الورود والهدايا عليهم بالشوارع والميادين. على أنغام فرق موسيقات الشرطة احتفل رجال الشرطة مع المواطنين وزوار المتحف المصري بالتحرير من السائحين من مختلف الدول بعيد الشرطة 72، حيث تفاعل الحضور مع المعزوفات الوطنية وما تتمتع به مصر من أمن واستقرار. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها. كل سنة وانتم طيبين، وشرطتنا بألف خير ودايما كده محققين الأمن والأمان، ومصر بخير إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة امتدت إلى كل المحافظات تقليدا للتضحيات التي سطرها رجال الشرطة على مر العصور. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحسه قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش. بالضحكة اللي عليك احنا بنهني نفسنا ونهني الشرطة، ده حصن أمان للبلد كلها، ودي حاجة جميلة احنا بنتمناها، وأجمل حاجة في البلد هي الأمان بالنسبة لنا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة ومتجمعين في الخير يا رب إن شاء الله. الاحتفالات بعيد الشرطة تواصلت في الشوارع والميادين عبر توزيع الورود والهدايا على المواطنين في احتفالات اتسمت بطابع شعبي يعبر عن مدى عمق ومتانة العلاقة بين الشرطة والشعب، والتي تجسدها ملحمة 25 من يناير عام 1952 وسط إشادة بجهود رجال الشرطة. تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يقدركم ويقويكم ويسترها عليكم على كل اللي انتوا بتعملوه معانا. كفايه ان احنا عايشين في امن في حماكم يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. شعب مقدر قيمه بلده وشايل لها 100,000 جنيه على حبها من يوم ما اتولدوا، جيل بيسلم رايه الجيل. حسيت نفسي الشرطه احسن ناس وهم اللي حامييننا، وربنا يبارك فيهم يا رب، ودايما من نصر نصر. رجاله ولاد رجاله اتحمي واتشغاله. نتمنى لمصر كل الخير إن شاء الله، وربنا يوفقها بقيادتنا السياسية، وإحنا وراك يا رئيس إن شاء الله. مصر وراس الفوق مرفوع وسط النار بفوق. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيت شايلنا على كتافكم وحاميننا من كل حاجة والله. طول عمر الشعب ده إيد واحدة، دول في البط واليوم الدين. ولم تخلو احتفالات عيد الشرطة من جانب توعوي، حيث قام رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من طلبة الجامعات بتوزيع كتيبات على المواطنين بالأندية الرياضية تحتوي التعريف بمخاطر المواد المخدرة وكيفية الوقاية منها،
والجهود المبذولة للتصدي لها وحماية المجتمع من أضرارها ومخاطرها. كل سنة وانتوا طيبين وعيد عليكم الأيام بخير ودايما معانا ودايما حمينا. تحيا مصر ويعيش عبد الفتاح السيسي اللي بنحبه كلنا. كل سنة وهم كلهم طيبين ومصر طيبة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. هكذا هي احتفالات متنوعة لحدث وطني يفخر به جميع المصريين، عيد الشرطة، عيد لكل المصريين. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 فتح أبوابه للجمهور بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعاليات الدورة حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. والآن المتابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. وليلى عمر، أهلا بك ليلى. شكرا لكم سحر وإلهام، وننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. إطار مجهودات الدولة في تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتحسين مستوى خدمة النظافة، تأتي مصانع تدوير المخلفات البلدية بنطاق محافظة الدقهلية، حيث تم إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بالسندوب على مساحة 18 فدانا بطاقة استيعابية تبلغ 1200 طن يوميا، ويعد من أكبر مصانع تدوير المخلفات في منطقة الشرق الأوسط. في إطار مجهودات الدولة في تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتحسين مستوى خدمة النظافة، تأتي مصانع تدوير المخلفات البلدية بنطاق محافظة الدقهلية. يقع أولى المصانع في المنزلة بطاقة استيعابية في اليوم 640 طن، والثاني في ميد غمر بطاقة استيعابية قدرت ب 450 طن. أما المصنعان الآخران فيقعان في ديكرنس والسمبلوين بطاقة استيعابية تبلغ 640 طنا لكليهما، والسمبلوين بطاقة استيعابية قدرها 640 طنا. كما أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لمصانع تدوير القمامة الخمسة نحو 3570 طنا يوميا بتكلفة إجمالية قدرها 700 مليون جنيه. مصنع سندوب أحد 5 مصانع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظة الدقهلية. المصنع ده كان بديل لمقلب عشوائي كان موجود في محافظة الدقهلية، تكون من سنة 1997. الدكتور أيمن مختار بمجرد توليه مسؤولية في محافظة الدقهلية قرر التنسيق مع كافة الجهات المختصة لتحويل الشكل اللي موجود بتاع المقلب، استغلال المقلب عشوائي على 18 فدان، إلى أكبر مصنع لتدوير المخلفات في مصر بالكامل. أما مصنع المعالجة والتدوير بسندوب الذي تم إنشاؤه على مساحة 18 فدانا بطاقة استيعابية 1200 طن يومية، فهو من بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. محافظة الدقهلية فيها 5 مصانع، احنا النهاردة موجودين في أكبر مصنع في محافظة الدقهلية. المصنع ده مصمم لاستقبال 1200 طن قمامة منزلية يومية، بنستقبل هذه الكميات وبندخلها على خطوط الإنتاج عشان نحصل على حاجتين. أول حاجة بنعمل معالجة بيولوجية للمادة العضوية المفروزة من القمامة المنزلية للحصول على أسمدة عضوية صالحة للاستخدام في الأراضي الصحراوية وأراضي الاستصلاح، والمنتج ده مطابق للمواصفات القياسية المصرية الصادرة من وزارة الصناعة. الحاجة الثانية بيعمل معالجة ميكانيكية لمرفوضات القمامة المنزلية للحصول على وقود بديل صلب صالح للاستخدام في مصانع كثيفة الطاقة، وأكبر مصانع بتستخدم هذا المنتج هي مصانع الأسمنت في مصر. مصنع سندوب للمخلفات حلم طال انتظاره العقود، أنشئ خصيصا لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات التاريخية والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال وضع منظومة جديدة للمخلفات، والتي كانت ضمن حلم 2030 لمحافظات نظيفة وبيئة صحية آمنة.
في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر الماضي، إذ دعمت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة وإشارات على تحفيز صيني الطلب على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 57% لتصل إلى 81.96 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 79% إلى 76.75 دولار للبرميل. وانخفضت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 33% لتصل إلى 2.75 دولار للتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.38% لتسجل $2.48 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت بورصتا الإمارات مقتفية أثر أسعار النفط التي هبطت نتيجة التوقعات بانخفاض حدة أزمة الشحن في البحر الأحمر. ختم جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وسحر، إليكم. شكرا لك ليلى عمر. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة. جنوب أفريقيا تشيد بقرار محكمة العدل الدولية وترحيب فلسطيني بالأمر القضائي للمحكمة. نهاية النشرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.